برضو هداية. ها الحلقة التانية من هداية دي كلها اكسسوارات غير دي برضو استاذ عبد الرحمن ابو دي ايه دي ما استنستي عليها ادمت هند يعني ده دي برضو بتتركب ماسكه باب خارجي داخلي كلها اكسسوارات حتى اكسسوارات الحمامات حاجه مختلفه عن الموجوده في السوق كل ده ستانلستيل نعم كله ستانلستيل ما شاء الله صراحه البرودكت او المنتج بصراحه مختلف عن اللي موجود في السوق خالص وحصري خاص بيهم اكسسوارات الحمامات بالذات عجبتني بصراحه اللون ذهبي وشكلها فخم جدا ما شاء الله برضه انا حطيت رقم عبد الرحمن قبل كده في الفيديو الثاني شركه هدايه